أنا أسير محرر، اسمي عباس حسني كشور، بكون ليوسف اللي استشهد أبوه يعني والده. كان مدلل، كنت أحبه أكثر واحد هو يعني. يعني أكون مثلا بالشغل يستناني على الموعد، عندما بدي أروح أبوه يا حبيبي. وصل خبر الاستشهاد أنا كنت هون في البيت، كنت قاعد على الكمبيوتر يعني بتعلم هيك شغلات. أجا خبر جنبي على التلفزيون، خبر عاجل إنه شاب بمواجهات بالأزهرية أصيب بجراحة خطيرة وتم نقله لمستشفى أريحة. بقول مسكين هالشاب يعني، يبصر يوصل ولا لا؟ بعد حوالي بنص ساعة دقوا علي في البيت بيقولوا لي اللي اجى عليه الخبر بيحكوا انه ابنك، البس وبده يجي ابن اخوك ياخذك على ريحه. حضرت حالي ونزلت، اتصلوا علينا من اريحه انه صار تحويل له على رام الله. وصلنا رام الله اللي هو قالوا انه يعني حاملينه مستشهد، عوصلتنا يعني. الوالدة سيدي أبوها استشهد وهم صغار يعني، فكنا يعني نطلع على الصورة هاي، أطالها الوالد من مجلة مترجمة العائلة التي تركها شهيد القدس البطل. يعني كنا نحلم يعني إنه الاحتلال هذا مش لصالحنا بيعمل، إنه إحنا نصير أبطال زيه يعني، نضحي المحتل من أرضنا. استمرت يعني، احنا في قبلنا عبد الحافظ كشور هو ابن الشريف، عملوا عملية وانفجرت فيهم القنبلة والتنين استشهدوا، وفي بعده احنا، وفي انسجنوا يعني كمان اخونا المرحوم مدوية وبرهان كشور في مجزرة الأقصى. احنا مؤمنين بالله، هذه يعني ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، يعني إن شاء الله الله بتقبله شهيد، وهي كمان يعني تكون بمنزلتهم يعني المرحومة، الله يرحمه.